قضيه الاسكان انا حضرت في مكان عام خاص في الشيراتون من 7 شهور كانوا موجودين من عرض الموجودين صبح الملة اللي استغال الحين. ففي شيخ قاعد شيخ جي ام ما له شغل بالحكومة وكذي شيخ شاري راسه الريال. سأل واحد قال له يا فلان ما تقول لي شنو قصتكم مع هالفقارة هالضعوف هالكويت. قال شيهم طال عمرك؟ قال عطوهم بيوت عطوهم أراضي ديرش كبرها سعة شفيكم؟ قال لا تدري التعليمات والإجراءات. قال له أقول لك أنا فلان لا تقص علي لا تجنبزني ماني عضو مجلس أمة مقدم لك سؤال عطني العلم اطرح العلم قدامي. هذا لأن هذا لو مسؤول حاطينه بكفاءة ما يخاف من الشيخ بس لأنه مسؤول بربع على طول خيش. قال طال عمرك كذي أنا قاعد طال عمرك إحنا بس ناطرين موضوع أراضي السلام تنباع وخيطان المثمنة بس يرتبونها وبعدين يصير خير. قال لا معطلين خلق الله علشان كم تاجر يبيع منطقة السلام ومثمن خيطان تردون إعادة توزيعه. قال لا إيه يعني. قال لا منو معطيك التعليمات هذه؟ قال لا يعني هي رسالة. قال له رسالة. قال له منو من صاحب السمو؟ قال لا. قال له من سمو العهد؟ قال لا. قال له من سمو رئيس مجلس وزراء؟ والله أنا قاعد يا جماعة. قال لا. قال له من منه؟ أنت بن معينك عبب عينك. وطلعنا نضرب أخماس في أسداس. هذه القضية أنتم مش مهمين بالنسبة لهم. أنتم مين بالنسبة حق المتنفذين في البلد؟ ما تعلموني أنتم شنو؟ يخلصون هم شغلهم بعدين يجونكم. ناطر بيت قاعد بمئة متر مو مهم. مو مهم. التعليم متردي مدارس مدري إيش مو مهم. هم عيالهم مدارس خاصة متنفذين. مو مهم.